بالعودة إلى أخبار الكلاسيكو، فباقتناصه لنقاطه وضع برشلونة منافسة الليغا في المزاد، وألقى بالضغط على ريال مدريد فيما تبقى من جولات الدوري الإسباني. وبين خيبة أمل المدريدية وفرحة برشلونة تباينت ردود الفعل التي رصدها مراسلنا جمال جبلي من مدريد. كان متوقعا فوز مدريد، ولكن كان متوقعا أيضا فوز برشلونة، وكان متوقعا ولو بدرجة أقل التعادل الذي كاد أن ينهي المباراة بدون مغلوب ولا غالب، لولا إرادة ميسي الذي منح النقاط الثلاثة لفريقه الذي عاد ليضغط هو أيضا بدوره على ريال كما فعل له الأخير الموسم الماضي. حققنا هدفنا بالفوز، ونحن الآن نضغط على ريال مدريد بذلك، وسنستمر حتى النهاية. الريال خسر مباراة بدأها جيدا وكانت له فيها العديد من الفرص لولا التسرع وقلة تركيز لاعبيه، وكان بإمكانه على الأقل تقاسم النقاط والاحتفاظ بالصدارة، ومنه خيبة أمل زيدان. أنا محبط للنتيجة لأنني أعتقد أننا نستحق أفضل من ذلك، خصوصا عندما تصنع الفرص، لكن هذه كرة القدم. كنا نعلم أننا نلعب ضد منافس جيد يمكنه أن يسجل عليك في أي لحظة، وذلك ما قام به. من ضمن منعرجات المباراة هدف راكيتيتش الذي وجد ثغرة في دفاع الريال في وقت كان فيه الميرانجي عائدين نتيجة وأداء. لدي مباراة أقل، أما نحن فلم نعد في دوري الأبطال والأمور هكذا. سنسعى لتقديم ما بوسعنا في الليغا وسنعود لنفوز بلقب آخر. كلاسيكو أمس وفى بوعوده وأكثر، 5 أهداف وتقلبات إشكوكية جعلت النتيجة النهائية غير معروفة حتى الثواني الأخيرة بفضل ميسي باعتراف الجماهير. كلاسيكو انتهى بروح رياضية باعتراف الجماهير دائما. البرسا استحق فوزه رغم أنني مدريدي، أتمنى أن تكون المباراة المقبلة أفضل بالنسبة لنا. نتيجة الأمس تصب في صالح البرسا الذي استعاد شيئا من الأمل، ولكن يبقى الريال الأقرب إلى التتويج لو أحسن استغلال المباراة المتأخرة ضد سيلتا فيغو دون التعثر في باقي المباريات. هنا وفقط هنا سيؤكد إن فعل أنه الأحق بالبطولة. جمال جبلي بإن سبورتس مدريد.